ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتكاسة مؤسفة تلك التي عرفتها الحرب التي يخوضها المغرب ضد فيروس كورونا، بعدما شهدت 24 ساعة الأخيرة عودة عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة إلى الارتفاع، وذلك بسبب تراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي الذي لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية، وكذا استمرار تهور عدد من المواطنين، الشيء الذي تسبب في ظهور بؤر جديدة للوباء. فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 199 حالة إصابة إضافية بالفيروس مؤكدة مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة 5910 عند الساعة الرابعة من عصر اليوم. الأرقام الرسمية التي كشف عنها مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة قبل قليل أظهرت أيضا تواصل تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات التعافي التام من العدوى كما كان عليه الحال طيلة الأيام السابقة، حيث تم التأكد من شفاء 137 حالة جديدة بشكل تام، وهو ما رفع عدد المتعافين إلى 2461 شخصا. وبخصوص الوفيات الجديدة، فقد عرفت 24 ساعة الأخيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليظل المجموع مستقرا في 186 ضحية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.